السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد هوب. إذا كنت تشاهدون للمرة الأولى أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. وأيضا كبداية لهذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين سأكشف لكم بالبند العريض لاعب رسمي قد تم استدعائه للمنتخب الوطني الجزائري والذي سيكون حاضر في قائمة الناخب الوطني جمال بالماضي، وهذا اللاعب كان مطالب كل من تشيلسي، ريال مدريد وبرشلونة، لاعب من الطراز العالمي. وأقولها بالبند العريض، هذا اللاعب سيكون رسميا في قائمة المنتخب الوطني الجزائري، وسيكون رسميا يعني للمنتخب الوطني الجزائري. وفي نفس السياق هذا اللاعب أعزائي المشاهدين العالمي الذي مطالب من العديد من الأندية وعمالقة الدوري الإسباني والإنجليزي سيكون البديل المثالي لحسام عوار الذي فضل المنتخب الفرنسي على المنتخب الوطني الجزائري. فبطبيعة الحال هذا اللاعب الذي أتكلم عليه هو آدم زرقان. طبعا هذا اللاعب هو آدم زرقان، ومما الذي لا يعرف هذا اللاعب هو أولاً أعزائي المشاهدين هذا اللاعب من مواليد سنة 1999، يمتلك 21 سنة في عمره، وأيضا ازداد في الشهر الخامس عشر من جويلية، يمتلك جنسيتان بطبيعة الحال جنسية فرنسية وجزائرية، هو فرانكو جزائري، يلعب حاليا مع فريق بوردو، وأيضا حيث لعب في سنة 2016 مع شباب موناكو، وأيضا مع شباب موناكو في الفئة 19 سنة وللفريق الثاني لموناكو ومن بينها، وبعدها ذهب لسنة 2019-2020 للفريق الثاني لبوردو، بينما انتقل حاليا أعزائي المشاهدين في سنة 2020-2021 للفريق الأول مع نادي بوردو. فهذا اللاعب كما قلت لكم كان مطالب من تشيلسي، ريال مدريد وأيضا نادي برشلونة غريم ريال مدريد، وطبعا سأعرفكم بكل التفاصيل. حيث أعزائي المشاهدين هذا اللاعب يعني يتمركز يعني في خط وسط هجومي، هذا هو اللاعب الذي يتمركز في خط وسط هجومي، وأيضا يلعب حتى في خط وسط، وفي بعض الأحيان يمكنه أن يلعب كجناح أيمن يعني في مكان رياض محرز، ولكن هذا اللاعب يلعب بكثرة وبقوة وبمهارة ممتازة كخط وسط هجومي وكخط وسط، يعني سيكون البديل المثالي عفوا ل يعني حسام عوار. فبطبيعة الحال أعزائي المشاهدين هذا اللاعب كما قلت لكم أنه كان يتواجد من اهتمامات برشلونة وريال مدريد وتشيلسي، فكيف ذلك أعزائي المشاهدين؟ حيث شارك هذا اللاعب أعزائي المشاهدين مع شباب ريال مدريد في التدريبات ولعب مباريات ودية لمدة أسبوع، وقد تحصل على موافقة ريال مدريد للتوقيع معه في عقد احترافي وذلك مع ريال مدريد، ولكن للأسف يعني والده كان يعني صارم ورفض ذلك يعني مفضلا إبقائه في الأندية الفرنسية، خاصة أنه كان مطلوب من غريم ريال مدريد أي برشلونة، ولكن في نفس السياق والده يعني عمل نفس الشيء ورفض بقائه في إسبانيا لوحده وألا يلعب مع برشلونة، كان متخوف عليه أعزائي المشاهدين أن يبتعد عليه، يعني كان متخوف أنه يذهب ابنه وحيدا إلى إسبانيا وأبويه في فرنسا. فلهذا أعزائي المشاهدين هذا اللاعب بقي في نادي بوردو ويقدم مستويات كبيرة، كان مطلوب كما قلت لكم من برشلونة وريال مدريد وحتى تشيلسي. وفي حوار مع يعني هذا اللاعب عبر قنوات بي ان سبورت اين صرح لنا وفتح لنا قلبه انه صرح انه يريد تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، كما تشاهدون اعزائي المشاهدين هو الدليل امامكم ظاهر في الشاشه، قال الجزائر حلم طفولتي وانا لا اقول ذلك لان فرنسا لم تتصل بي من سن 8 سنوات، وايضا في التاسع من عمري عندما رايت الجزائر تلعب شعرت بقشعريره، انها الدوله التي اريد ان العب معها والتي أريد أن أفوز بها بألقاب. يعني أعزائي المشاهدين يعني هذا التصريح يعني ترفع قبعتك احتراما لهذا اللاعب، يستحق الإشادة ويستحق الاحترام ويستحق يعني كل التقدير والاحترام، يعني يستحق كل شيء من الذي قلته. فهذا اللاعب لم يقل لا للمنتخب الوطني الجزائري ولم يقل نعم للمنتخب الفرنسي، يعني كان قبل من لم يستدعيه أي منتخب قال لأن المنتخب الوطني الجزائري عندما شاهدته شعرت بقشعريرة، يعني دم كان يجبد فيه يعني بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين هذا دمه جزائري، وطبعا رسميا في قائمة الناخب الوطني جمال بالماضي حيث استدعاؤه من نفس المصدر أنه قائلين كما تم استدعاء مهدي مسبقا من ثعالب الصحراء للاعب مباريات أكتوبر ضد نيجيريا والمكسيك، وقال اللاعب تم استدعائي من قبل الجزائر للمباريات التي ستأتي خلال فترة الاستراحة، تلقيت الاستدعاء ولكن لا أعرف إذا كنت سأتمكن من الذهاب
إلى هناك بسبب إصابتي. يعني جمال بالماضي استدعاه بشكل رسمي، ولكن هو قال قد يتعذر علي يعني أن أكون في قائمة الناخب الوطني جمال بالماضي، وذلك بسبب إصابتي. هو حاليا مصاب، ولكن الناخب الوطني جمال بالماضي لم يستدع 20 أو 30 أو 40 لاعب فقط، بل استدعى 45 لاعب. فأعتقد أنا من منظوري هو رسميا اختار المنتخب الوطني الجزائري، ورسميا قبل دعوة الناخب الوطني جمال بالماضي. ولكن يعني حتى ولو هو مصاب، جمال بالماضي يمكن أن يعني يستدعي هذا اللاعب، وأيضا هذا اللاعب يستطيع أن يأتي، لأن القائمة كبيرة وفيها 45 لاعب، وأعتقد أن هذا اللاعب سيكون حاضر رغم إصابته ويمتحنه جمال بالماضي. ولكن على العموم، على العموم، حتى ولم يكن في هذه القائمة هذا اللاعب من ضمن اهتمامات المنتخب الوطني الجزائري، وهو رسميا يمثل المنتخب الوطني الجزائري، وفي نفس السياق سيكون مستقبل الجزائر، مستقبل الجزائر على المدى القادم والمدى المستقبلي. فبطبيعة الحال هذا اللاعب كما قلت لكم يقدم مستويات كبيرة. يعني عندما أقول لكم أنه كان مطلوب من تشيلسي وريال مدريد وبرشلونة، يعني هذا اللاعب ممتاز ولا أحد ينكر ذلك. يعني بلغة الأرقام أو بدون لغة الأرقام، عندما ترى عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد وغريمهم الذي برشلونة وعملاق الدوري الإنجليزي تشيلسي يطالبون ودخلوا اهتمامات هذا اللاعب، فبطبيعة الحال هنا نضع نقطة ونعود إلى الصفر. هذا اللاعب ممتاز والحمد لله أنه اختار المنتخب الوطني الجزائري، وذلك بتصريحه لقنوات بيان سبورت. يعني هذا هو المصدر وهذا هو التصريح لهذا اللاعب. فنتمنى كل التوفيق لهذا اللاعب مع المنتخب الوطني الجزائري، وإذا أردتم أن تهنئوه لأنه اختار المنتخب الوطني الجزائري، اذهبوا إلى السوشيال ميديا الخاص بهذا اللاعب ورحبوا به، وأيضا مثل ما فعلتم وفعلنا مع الإخوة زدادكا. وفي حين أعزائي المشاهدين، المنتخب الوطني الجزائري رسميا سيلعب أولا مع المنتخب النيجيري والمكسيكي، ولكن يعني رئيس الاتحادية الكرواتية، أنا أتكلم عن كرواتيا، منتخب كرواتيا الذي اصطدم بالمنتخب الفرنسي في نهائيات يعني كأس العالم الماضي، طبعا هذا المنتخب من المقرر أن يلعب مباراة أخرى ودية مع المنتخب الوطني الجزائري. أنا لا أقول لكم رسميا، ولكن كان هنالك اجتماع بين يعني سفير الجزائر في كرواتيا وأيضا مع رئيس اتحادية كرة القدم لكرواتيا، فعملوا اجتماع وقرروا أن يعملوا يعني مستقبلا مباراة ودية. فهذه المباراة أعزائي المشاهدين أعجبتني وأردت أن أشاركها معكم بكل روح رياضية صراحة. مباراة ضد كرواتيا صراحة من الطراز العالمي، خاصة أنه وصل إلى نهائيات مونديال السنوات الماضية. فبطبيعة الحال هذا منتخب يعني يشرف، وإن شاء الله ستكون هنالك مباراة رسمية على إطار ودي بطبيعة الحال ضد هذا المنتخب، ستكون قوية جدا. وأعلموني في صندوق التعليقات، قولوا لنا يعني هل أحببتم أن نواجه منتخب كرواتيا أم لا؟ طبعا جوابكم سيهمنا. في حين أعزائي المشاهدين، في خبر آخر، سعيد بن رحمة الذي مقرر أن يذهب إلى الدوري الإنجليزي ممتاز بدأ يصعب الأمور على نفسه. كيف؟ طبعا جريدة إنديبندنت صرحت لنا أن سعيد بن رحمة رغم يعني سعره وإدارة برينتفورد أنها يعني وضعت شروط صارمة من أجل انتقال هذا اللاعب، أي 30 مليون يورو أو 25 مليون جنيه استرليني، هذه القائمة، هذه هي القيمة لهذا اللاعب إذا أراد أي نادي آخر شراءه. فبطبيعة الحال كانت بعض الأندية انسحبت بسبب هذا السعر، ولكن في نفس السياق صرحت لنا هذه الصحيفة أن هذا اللاعب وضع يعني راتب سنوي ضخم، ومن الممكن أن كل الأندية التي كانت مطالبة عليه، لأن حاليا بقي فقط كريستال بالاس المهتم بهذا اللاعب وفولهام، فإذا يعني اكتشفوا هذا الأمر ويعني هذا اللاعب طالب بهذا المبلغ الخيالي، لم يكشفوا علينا عن المبلغ ولكن طالب بهذا المبلغ الخيالي، فأعتقد أن الأندية التي كانت مهتمة به في الآونة الأخيرة ستنسحب شيئا فشيئا. ولكن كرأي شخصي مني هذا اللاعب يستحق، يعني يستحق. يعني لماذا أولي واتكنز بيع ب 30 مليون جنيه استرليني وهذا اللاعب طلبه فقط فيه 25 مليون جنيه استرليني، ولحد الآن لا أحد يعني لم يشتريه. فبطبيعة الحال هذا اللاعب مستوياته، خاصة المباراة الأخيرة ضد فولهام، غريمه السابق في الموسم الماضي، يعني مسح بهم الأرض، يستحق هذا اللاعب هذه القيمة وأكثر. فأنا أتمنى زي مشاهدين أن يتمرد هذا اللاعب وأن يطلب أسعار خيالية لأنه يستحق، وهذه هي وجهة نظري زي مشاهدين. وإذا كان يعني بعض الأندية رفضت هذا اللاعب حاليا، نتمنى أن يبقى في نادي برينتفورد، أقولها رسميا في هذه القناة، نتمنى أن يبقى رسميا في نادي برينتفورد لموسم آخر، ويصعد بالدور، يصعد بهذا الفريق للدور الإنجليزي الممتاز مثل ما فعل رياض محرز مع ليستر سيتي، وينتقل إلى الدور الإنجليزي الممتاز مع فريقه برينتفورد، ويمسح الكرامة والأرض بجميع الأندية المنافسة والتي كانت يعني
كلما تستطيع كلما يعني ارتبط اسمها بدأت تنسحب من ملف هذا اللاعب. طبعا اعزائي المشاهدين، كان هذا الفيديو اليوم، اخبرونا في صندوق التعليقات اي موضوع اعجبكم، خاصة قولوا لنا واجيبوا عنا في ما رأيكم حول اللاعب الدولي الذي اصبح جزائري، الا وهو الفرانكو الجزائري مهدي زرقاء. طبعا اعزائي المشاهدين، كان هذا الفيديو اليوم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.